بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بفضل الله تعالى وخدنا بالتفصيل بفضل الله داله يونت ستيب فانكشن او الفلترنج فانكشن او الهيفي سايد فانكشن. النهارده بقى ناخد الداله القرين بتاعها بقى، القرين بتاع هذه الداله او التوأم بتاعها اللي هو مين؟ ديراك دلتا فانكشن او بنقول عليها يونت امبلس فانكشن. ديراك نسبة للعالم بول ديراك اللي هو اتكلم عنها، اول واحد اتكلم عنها، ويونت امبلس فانكشن هقول لك ليه بعد شويه، او بيقول لك اختصار امبلس فانكشن. يبقى اما ديراك دلتا فانكشن هي اسمها دلتا نسبت للعالم بول ديراك اللي هو اللي اتكلم اول واحد اتكلم عنها، وبنقول عليها برضه يونت امبلس فانكشن. هقول لك ليه اتقالت عليها كده يونت امبلس فانكشن، وبتسمى برضه امبلس فانكشن. طيب ايه الداله دي؟ الداله دي تجسيد لحاجه درستها انت قبل كده، لو كنا بنسميها القوه الدفعيه، درستها انت وانت في ثانوي، قوه الدفع اللي هي قوه ايه؟ تؤثر بمقدار كبير جدا 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 في فتره صغيره جدا جدا جدا. حتى كان يقول لك ايه؟ قاف ده النون، قاف ده النون بالعربي، او كان يقول لك اف دلتا تي، وساعتها يقول لك دي تي. دلتا يعني حاجه صغيره، ودي يعني حاجه متناهيه الصغر، وقاف او اف اللي هي الفرص. فاحنا عاوزين نشوف ازاي نعبر عن حاجه زي كده. انا ما بقولش انها هتبقى فرص، لا، بقول لك انها داله ذات قيمه كبيره جدا 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 في فتره صغيره جدا جدا، اللي ليها مناظر انت سبق درسته. عشان ما اجي اكلمك عنها دلوقتي ما تحسش باستغراب، ما تقولش لا انت شفتها قبل كده، بس كان في مستوى ما يؤهلكش ان احنا نتكلم عنها دلوقتي بالصوره اللي هنتكلم عنها النهارده. هو كان بس يهمك ان ايه؟ يقول لك الايه؟ قوه الدفع وخلاص. وتشوفها انت مثلا، الناس اللي بتتابع كده الاخبار وتحب تبص على نشره الاخبار وخاصه الحاجات العلميه، تلاقي مثلا يقول لك ايه؟ الناسا اطلقت مركبه فضائيه او قمر صناعي ايه عشان يعمل كذا وكذا وكذا، ارصاد، يعمل ارصاد فلكيه، يروح يكتشف كواكب وهكذا. سواء بقى كان قمر صناعي، سواء كان روبوت، سواء كان مركبه فضائيه، لازم تتركب على صاروخ يطلعها بره غلاف الارض او بره الجاذبيه الارضيه. لو بصيت لشكل الصاروخ تجد انه حاجه رهيبه، برج سكني، مئات الاطنان. فايه ده اللي يخلي مئات الاطنان دي نعرف نحركها من على الارض ونخليها تهرب كمان من الجاذبيه الارضيه؟ ايه دي؟ ايه القوه دي؟ شكلها ايه دي؟ الامبلس، قوه الدفع. فانت بتحتاج قوه كبيره جدا جدا في فتره صغيره جدا، اللي هي فتره الاشعال. حتى لو تلاحظ تبص كده في الحته بتاعه اطلاق الصواريخ دي في الفضاء في بتاعه ناسا، تلاقي ايه؟ جايبين لك كده جو جميل، ناس في يوم كده الصبح كده مشرق كده، والناس قاعده في بعيده عنها شويه كده ميل ولا 2 ميل عشان ما تاثروش بالغازات المنبعثه بالاحتراق دي، وعاملين ايه؟ يشاهدوا هذا الجمال وهذه الروعه وهذا العلم المتقدم في بلادهم، بيفرحوا بالحاجات دي. الحاجات دي مش اسرار، البلد بتفخر انها بتعمل لهذا الانجاز العلمي. مش تقول لك لا ده أمن قومي، لا، إنجاز كويس ومحترم نشوفه ونتفرج عليه ونعرف، أو يقول لك كل حاجة عنه، يقول لك تكلفته، ويقول لك مراحل صناعته وكل ما يتعلق بيه. مش أسرار، أنت تفتخر عشان يبقى عندك دافع تبقى إيه؟ تساهم أو تبقى زيهم إن شاء الله في يوم من الأيام. لكن لا، دي أمن قومي ما نعرفش حاجة عنه، كان فرد. المهم، فلو تبص كده لحظه ما بتقول لك يعني عد التنازلي، يقول لك ايه؟ 9-8 لغايه 1 اجنيشن. كلمه اجنيشن دي تبص كده تلاقي ايه؟ الهيكل الحديدي اللي مثبت الصاروخ دون بيتحطم، وتجد انفجار ونيران شنيعه طالعه تحت. يا بقى انت، بعض الناس اللي شافوا افلام جيمس بوند ودي
الجبن الصلبه تحت بقى قبل السخن منطلق، تلاقي بيمرروا كميات كبيره جدا من الميه، كميات كبيره جدا. ليه؟ عشان ما تبوظش التربه اللي تحتها. ناس صحيح بتطلق صخور بس مش هتبوظ الدنيا يعني. النيران اللي طلع دي وكده هتلاقي حاجه ايه؟ ما إيه؟ بدل ما تاذي التربه اللي شيء يقدر يطلقها تاني وتالت وهكذا. فايه؟ يحط لك ميه شنيعه جدا من تحت علشان ايه؟ تمتص الايه؟ الحراره الغير الطبيعيه اللي طالعه دي. الحراره دي اصلا طالعه من ايه؟ من انفجار او من احتراق الغازات. زيها بالظبط في العربيه على فكره، نفس الكلام. ما انت بتعمل تحرق البنزين. لو بتيجي تحرق البنزين بتحرق ايه؟ بيحصل انفجار، بس مش زي الانفجار دون. دي كميه بنزين صغيره في رشاش. انت هتسمع كلمه رشاشه دي؟ الانجكشن. انت واخد بالك؟ فين؟ في حي الصغير كده اللي هم بنسميه الموتور. وايه بقى الموتور ده؟ ايه؟ سبيكه جامده جدا عشان تستحمل الايه؟ الحراره. واذا انت بقى فوتت في يوم من الايام كده دوست بنزين زياده عن اللزوم ولا حاجه، يقول لك اه لا ده انت ايه؟ اعمل عمره يا بيه. لما هتلاقي في الايه؟ في بتاع المؤشر الحراره تبدا حته كده ايه؟ مفيش لون خالص، بقت حته صفراء من حته حمراء. حته صفراء بينذرك دخلت في الحمراء، خلاص يا حبيبي واعمل عمره بقى للموتور. اصل ايه؟ درجه الحراره الزايده دي سيحت الصمامات. خلاص ما عادش ليه؟ انت المهم يعني ما عادش صالح للاستعمال. لازم تروح تصلحه، خلاص انتهى. المهم انا عاوز اوصل ليه في الاخر؟ ان في كميه كبيره جدا 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 او قيمه كبيره جدا للفرس نتيجه ايه؟ هذا الاحتراق بتاع مين؟ الوقود بتاع الصاروخ. فبيولد ايه؟ غازات شديده جدا. غازات دي زي ما تعرف في فعل ورد فعل. فالغازات لما بتطلق كده يبقى رد فعلك فوق لكده، واخد بالك؟ فقوه اندفاع الغازات دي اللي بنسميها الامبلس بقى، اللي هي بتقلي تحت، يبقى رد فعل الايه؟ عارف يحتلق الصاروخ ده. الاحتراق ده حصل في فتره زمنيه قد ايه؟ نو تايم. فتولدت قوه كبيره جدا جدا في فتره ايه؟ دي بنسميها ايه بقى؟ امبلس. زيها بقى اللي انا جايبها لك هنا على مثال بسيط قوي، الرصاصه. الرصاص زي ما انت عارف عباره عن ايه؟ عباره عن جسم معدني صغير، جسم معدني صغير كده، وموجود جوه غلاف. جسم معدني صغير وموجود جوه ايه؟ غلاف. اهو. شايف؟ هو هدي ده هيدي هدي هدي الرصاصه، الحته دي. وده الغلاف. ما بين الرصاصه دي ونهايه الغلاف ده في ماده متفجره جوه هنا، ده بنسميه ساعات بالعربي بنسميه ظرف، واخد بالك؟ او مظروف الرصاصه. معايا؟ هنا بقى ادي جسم الرصاصه ده. ففي هنا حاجه زي الابره، لما تيجي تضغط الزناد ده يروح ايه؟ ابره خبطه مين؟ الظرف ده. في حاجه صغيره كده اللي شاف مره رصاصه ولا حاجه، فيشوف الجسم اللي قدامك دول، ومن تحت كده في القاعده بتاعتها كده في فجوه، مش فجوه، فجوه يعني، في حفره كده بحيث تروح خبطه فيها الايه؟ خبطه الابره دي، خلي بالك خبطه جامده، خبطه الابره دي بتروح مفجره العبوه اللي موجوده ما بين الجسم المعدني ده والحاجه اللي داخل الظرف ده. الانفجار ده بيتم في فتره صغيره جدا 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 جدا، وبيولد قوة كبيرة جدا جدا جدا، تعمل ايه؟ تطرد مين؟ الرصاص. روح اعمل لنا فتحة هنا عشان تطلع المظروف. هنا المظروف ده اهو. شايف؟ دي الغازات اللي طالعة اهي. دي الغازات اللي طالعة. شايف الجسم ده اهو، جسم معدن اهو. شايف الابره؟ تروح خبطاه مفجره العبوه، ينطلق بقى الايه؟ الجسم المعدني ده، والمظروف يطلع بره. وبعدين تبدا ايه؟ تطلع الايه؟ من الخزنه، بنسميها الخزنه. انت بتشوفها كده في الفم كده، وعمل حركه يروح منزل ايه؟ خزنتين كده، ويروح طالع مقطع لواحد تاني، عامل واخد بالك؟ ايه الافلام الهاكس دي؟ دي افلام هاكس. لكن احنا بقى شفنا حقيقه، عندنا احنا بقى حقيقه بقى، واخد بالك؟ عندنا رجاله.
خلاص مش انتوا، لا مش انتوا، معلش مش انتوا، لا خلاص معايا ماشي. وايه فيس تو فيس بقى، فيس تو فيس شفت بتاع فيس تو فيس بتاع ايه اسمه ايه الواد ده بتاع كان ترافولتا، واحد تاني اسمه ايه نيكولاس كيج بالظبط كده. كان في الاسئله دي مش كان فيس تو فيس فيس اب ولا ايه فيس اوف فيس اوف فيس اوف فيس اوف. طيب المهم يعني خدت بالك من الحركه دي؟ طيب برضو ما فهمناش انت عاوز ايه، عاوز بس ان ايه اوريك القوة الدفعية دي بتعمل ايه. القوة الدفعية دي زي ما شفت كده حاجة ايه كبيرة جدا جدا فترة ايه، عاوزك كمان التأثير بتاعها بقى، التأثير بتاعها بص كده. في القرن الثامن عشر كانت صورة الراجل ده انا وريتها لك من شوية دي، ده اللي بتحدث ده الراجل ده اطلق معاه مسدس ده في القرن الكام بقى 18. بص كده لما الرصاصة انطلقت كانت بسرعة كام؟ متر في ايه؟ في الثانية. لا لا 120 متر في الثانية. انت لما تبقى في عربية كده وبنشوف كده اعلان ايه او يافطة 60 كيلو متر، يعني ما تزودش عن كده. 60 كيلو متر في الساعة يبقى في الدقيقة في الواحدة بتمشي قد ايه؟ كيلومتر، كيلومتر بال 60 كيلو متر في الساعة يبقى في الدقيقة بتمشي ايه؟ كيلو. الكيلو هو ايه؟ 1000 متر. والدقيقة كام؟ ثانية 60. 1000 على 60 تطلع 16 وحدة. يبقى في الثانية الواحدة هذه الرصاصة بتقطع مسافة كام؟ حوالي 16 متر وحدة. ماشي؟ شايف القوة عاملة ازاي؟ في الثانية. السيارة اللي هي 60. السيارة اللي هي 60 كيلومتر في الايه؟ في الساعة. دي 120 متر في الثانية. تخيل عاملة ازاي؟ انا بشوف حاجة حديثة كده. انا عاوز شفت القوة طالعة ازاي؟ اني قوة تعمل حاجة زي كده. بص كده حاجة حديثة بقى، حاجة حديثة. ده مجرم ده. لا استنى في حاجة حديثة. لا لا في حاجة حديثة. ألف ميتين تلاتة وخمسين متر في الثانية، كيلو وربع، كيلو وربع، متخيل؟ فتصور كده القوة دي الشنيعة دي تخلي جسم يتحرك بهذه السرعة. معايا؟ مفهوم يا شباب؟ ده اللي عاوز أوصله لك بقى، إن في قوة كبيرة جدا 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 بس بتأثر لفترة إيه؟ دي بقى اللي اسمها إيه يا شباب؟ طب إحنا بقى عاوزين نترجم ده بالرياضة. مش هقول بقى مش هقول قوة بقى نقول لك ايه؟ فانكشن. خلاص؟ أو سيجنال. ذات قيمة ايه؟ كبيرة جدا جدا جدا. في فترة ايه؟ دي بقى ده الكونسبت اللي اتكلم عنه مين؟ بول ديراك. معايا يا شباب؟ اللي هي العالم الكبير ده. طبعا ايه؟ حاجة زي كده ايه؟ استحق عليها نوبل سنة 33. هو وحد تاني، مش فاكر اسم الحد التاني. المهم فادي بقى مين الدلتا، دلتا ديراك. انت عندك الورق بتاعها على فكره، الدلتا ديراك فانكشن. نرمز لها برمز كده دلتا تي كده، دلتا تي كده. بعض الكتب تعملها كده، تعملها كده سهم كده عند الاوريجن كده، سهم كده سهم كده عند الاوريجن كده اهو. السهم ده انت شايف بينطلق فين؟ انفينيتي، انفينيتي. في فتره قد ايه؟ ده لازق في المحور، لازق كده مفيش نو تايم زيرو يعني. يبقى الداله هنا بتساوي انفينيتي، التي بتساوي ايه؟ زيرو. طب غير الزيرو بكام؟ بزيرو، مفيش مفيش. مظبوط كده يا شباب؟ يبقى دي بتساوي، احنا ما اتكلمناش عليها قبل كده الداله دي، ولا اتكلمنا عنها هنا؟ ها؟
اتكلمناش عنها قبل كده. طيب فالداله دي بتساوي انفينيتي امتى؟ لما الارجومنت دي، الارجومنت دي تساوي صفر، وزيرو لو التي لا تساوي صفر، اذروايز يعني. ادي الداله بتاعتك اللي اسمها بقى يا شباب ايه؟ دلتا ايه؟ دلتا اللي هي دلتا، ودي رايك نسبه للعالم اللي ايه؟ اللي اتكلم عنها. او امبلس بقى، ما ده مفهوم الامبلس، حاجه كبيره جدا جدا في فتره ايه؟ يا ممكن اقول لك ايه؟ امبلس فانكشن. امبلس فانكشن، صح كده يا شباب؟ طيب السؤال قدامي دي ماشي يا سيدي، ادي احنا عرفنا التعريف. طب قول لي بقى ان شاء الله انا عاوز اجمع عليها حاجه ولا اطرح منها حاجه، هعمل ايه يعني؟ طب انا عاوز اضرب فيها حاجه، اقسمها على حاجه، اعمل ايه يعني؟ طب انا عاوز افاضل، عاوز اكامل، اعمل ايه؟ هل هذا شيء انا اقدر اتعامل معاه؟ قال لك لا، بسيطه، نعيد تعريفها تاني. ازاي؟ قال لك ده يساوي واحد على ايبسلون ليميت لما ايبسلون بصفر في الفتره صفر اقل من تي اقل من ايبسلون، وزيرو اذروايز. يعني ايه اذروايز؟ يعني قبل الصفر ما فيش وبعد الابسلون ما فيش، هي بس ليها قيمه في الفتره من كام لكام؟ هل ده يتفق مع اللي فوق؟ اه. ازاي؟ انت واخد الابسلون بكام؟ طب واحد على زيرو اهي، هناخد ابسلون بكام؟ بزيرو في الفتره من كام لكام؟ ايه؟ عند الزيرو، عند الزيرو هنلاقي ايه؟ خلاص هي في الفتره من دي كذا، مفهوم ده انها عند مين؟ عند الزيرو. عشان انا لما اجي هنا هعمل مثلث كده، هعمل مستطيل كده، هعرفه ايه مستطيل، اقول ايه كده؟ اقول كده من صفر لابسل. ها؟ فقبل الصفر في حاجه وبعد الصفر في حاجه، قبل ابسل في حاجه وبعد ابسل في حاجه. في الفترة من صفر لابسلون هي واحد على مين؟ على ابسلون. طب قبل الصفر مش هلاقي حاجة، بعد الابسلون مش هلاقي حاجة. يبقى التعريف ده فعلا يوافق ده، مفيش مشكلة خالص. هنا بقى في حاجة لطيفة جدا، ده عبارة عن مستطيل، ومساحة المستطيل لما تضربهم في بعض يطلع كام؟ يطلع واحد. يطلع كام؟ واحد. عشان كده بنسميها يونت امبلس فانكشن، لان الاريا انكلودد بتساوي كام؟ ما كانش تبان هنا ان فترتها صفر وقيمتها هتضرب صفر في النهايه، بانت بقى. يبقى الصفر من بتاع الداله دي بالذات يساوي كام؟ يساوي واحد. طيب تجد بعض الكتب تعمل كده، ادي 2 ابسلون وادي صفر وادي 1 على ابسلون. ليه بقى؟ في حاله المثلث الاريا بتساوي نص القاعده في الايه؟ عشان كده كتب 2 ابسلون، عشان يضمن لما يجيب الاريا تطلع برضه كام؟ يعني حافظ على التعريف ده. ففي ريفرنس تعمل كده وفي ريفرنس تعمل كده. خلاص يا شباب؟ اتفهمت؟ عرفنا بقى منين المسميات بتاعتها؟ يبقى امبلس للتعريف السابق بتاع زمان، حاجه كبيره جدا في فتره صغيره جدا، ويونت عشان ايريا انكلود بواحد. خلاص؟ ودي رايك نسبه للعالم نفسه. في اي اشكاليه كده؟ طيب عاوز ايه الداله؟ شيء طبيعي، عاوز اعرف بتجيب الباس بتاعها ازاي؟ ادي حاجه، وكمان بتاثر على الدوال ازاي؟ هعرف ايه غير كده يعني؟ انت جيت اديتني حاجه كده فاجئتني بحاجه، طب انا هستخدمها في ايه؟ يبقى الاول اعرف هي ايه، ثم اوريك بنتعامل معاها ازاي، وبعدين كده بنستخدمها في ايه. تعال نجيب اللابلاس ترانسفورم بتاعها. دلوقتي بقول لك عاوز اجيب لابلاس دلتا تي، تقول لي ايه بالله عليك؟ البنت كانت موجوده معايا هنا، ما كنتش موجوده يوم السبت اللي فات، مش كده؟ فين هي؟ راحت فين؟ انت كنت موجوده؟ امتحنت السبت اللي فات؟ انت؟ امتى؟
لابلاس بكام باي ديفينيشن؟ عبارة عن ايه؟ تكامل من صفر من نهاية دلتا تي اي تو ماينس اس تي دي تي. مظبوط؟ بس الدالة دي انت معرفها اهو على ثلاث فترات قبل الصفر ما يهمناش لان احنا شغالين وان سايد. طب من صفر من نهاية؟ لا دي حتتين بقى، حتة من صفر الابسلون وحتة من ابسلون لمين؟ لما لا نهاية. فدي عبارة عن قسمين، قسم من صفر الابسلون زائد قسم من كام لكام؟ طب من ابسلون لما لا نهاية؟ ده زيرو. طب من صفر الابسلون؟ لا استناني بقى، ده انت واخد ايه هنا؟ ليميت، يبقى ده ليميت. واحد على ابسلون اي تو ماينس اس تي دي تي لما ابسلون بكام؟ بزيرو. خلاص؟ خلاص ماشي. يبقى انا اعمل البروسيس بتاعتي وفي الاخر احط ابسلون بكام؟ طيب كامل يا سيدي، كام؟ هتكامل تقول لي ايه؟ اي تو ماينس اس تي على ماينس اس من كام لكام؟ من زيرو لابسلون. ليميت لما ابسلون بكام؟ بزيرو. شيل بقى كل تي وحط ابسلون، شيل كل تي وحط كام؟ زيرو. ده يساوي كام بالله عليك؟ ها؟ ليميت؟ ها؟ مين؟ في في ابسلون هنا، في ابسلون هنا. سيبك تكتب ابسلون. ها؟ اي دي ماينس اس ابسلون واشيل التي واحط صفر يطلع واحد، صح؟ على كام؟ ماينس اس ابسلون. لما ابسلون بكام؟ نيجي نعوض بقى. ابسلون بصفر، اي اس صفر؟ واحد، واحد ناقص واحد؟ يدينا ايه؟ اصبح زيرو على زيرو. التعويض المباشر. احنا قلنا لا ليها حل. ليها حل. بسيط. ليميت كذا على كذا لما اكس بزيرو بيساوي زيرو على زيرو، تروح انت معاه ايه؟ فاضل بالنسبه لمين؟ لاكس، بس ده مش اكس بقى، دي مين ديان؟ خلاص؟ تعال فاضل بالنسبه لابسلون. تقول لي ليميت. طب فاضل اللي فوق بكام بالله عليك؟ ماينس اس اي تو ماينس اس ابسلون ماينس صفر. على مين؟ ماينس اس. ما الماينس اس دي ثابت. خلاص؟ لما ابسلون بكام؟ خلي بالك ان احنا بنختصر لابسط صوره ثم نعوض. الاختصار يسبق الايه؟ التعويض. نختصر. تعال ماينس اس تروح مع ماينس اس واشيل كل ابسلون نحط مكانها كام؟ يطلع كام في الاخر؟ واحد. بس خلاص. يبقى لابلاس الدلتا تي بكام؟ واحد. خلاص؟ وبالتالي لما احتاج اجيب الانفرس للواحد تقول لي بكام بالله عليك؟ دلتا تي. طب الانفرس لناقص 3 تقول لي ايه؟ يساوي ناقص 3 بره يتفضل الانفرس بتاع الواحد. صح كده؟ ناقص 3 بره ويتفضل الانفرس بتاع مين؟ اللي هي مين في الاخر؟ ناقص 3 دلتا تي. خلاص؟ مفهوم؟ هنا بعض الناس بيحصلها لخبطه. الانفرس الواحد بمين؟ لكن لابلاس الواحد بمين؟ واحد على اس. لما بجيب الانفرس بتاع واحد على اس قلت لك اكتبه حاجه من ثلاثه. عاوز تكتب واحد انت حر. عاوز تكتب يو اوف تي انت حر. عاوز تكتب تي اس صفر انت حر. تعالي 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 رايحه فين؟ وانت؟ لا بحضره مع بي. نعم؟ ميكروب. اه تعالى مع بي، تعالى مع بي. خلاص؟ معايا يا شباب؟ لابلاس الواحد كام؟ لكن الانفرس بتاع الواحد دلتا تي. لابلاس الكونستانت مين؟ سي على اس. لكن الانفرس بتاع الكونستانت مين؟ السي في الدلتا تي. لان هاخد السي بره يتفضل جوه واحد. الانفرس بتاع الواحد مين؟
فهي إشكالية دي. طيب تعالى بقى عاوزين نتكلم على الشيفت دراك دلتا فانكشن، عاوزين نتكلم عن دلتا تي ماينس اي دي بقى بكام. نفس الكلام، يا ما لا نهايه يا مين يا زيرو. امتى ما لا نهايه؟ لما اللي جوه بصفر، يعني التي بكام؟ بايه. وامتى تساوي صفر؟ لو التي لا تساوي ايه؟ نفس الكلام، نفس الكلام. تلاقي ناس عاملاها كده عند النقطه ايه وحاطه سهم كده، ادي الاي يعني عامله سهم كده. قلنا برضو الحركه دي ايه؟ ما تساعدنيش لا تفاضل ولا تكامل ولا اي عمليه جبريه. خلاص اسالك بسيطه، تعمل ايه؟ تعالى كده عند الاي دي كده اهو، ونمشي ايه حته ابسلون كده صغيره كده، ادي ابسلون ايه زائد ابسلون. في الواقع، في الواقع دي حاله خاصه من دي، لما الاي بكام؟ بزيرو. دي هي نفسها دي، بس حط الاي بكام؟ بزيرو. تقول لي بسيطه، دي بسيطه، دي عبارة عن ليميت مين بقى؟ ها؟ ليميت مين؟ واحد على ابسلون في الفترة من كام لكام؟ اي اقل من تي اقل من كام؟ اي زائد ابسلون. لما الابسلون بكام؟ بزيرو. وزيرو امتى؟ اذروايز، يعني قبل الاي وبعد مين؟ الاي زائد ابسلون. رايك كده في اشكاليه؟ برضه ستيل الاريا بكام؟ ما هو العرض مين؟ ابسلون، والارتفاع واحده لابسلون، وكل ما زغرت ابسلون كل ما الارتفاع جرى له ايه؟ كل ما الارتفاع بقى بكام؟ بقيمه اكبر، بقيمه اكبر، صح؟ ساعه ما الويتس ده يبقى بصفر يبقى الارتفاع بكام؟ خلاص مفيش اي اشكاليه هنا معايا يا شباب، مفيش اي اشكاليه خالص. طيب عاوز بس افكرك بحاجه، افكرك لو انا جيت هنا عند الاي دي عملت كده، وضربت دي لمين دي؟ دي مين دي؟ يو اوف مين؟ لو جيت ضربت دي في دي يديني مين يا شباب؟ يو اوف تي ماينس اي، ها؟ في دلتا تي ماينس اي يديك مين؟ هي هي، صح ولا لا؟ في اي اشكاليه؟ بسيطه. يبقى لابلاس دي هو لابلاس دي، صح؟ طب لابلاس دي بمين؟ سيم ارجومنت، سيم ارجومنت. يبقى نظر لوجود دي هكتب ايه؟ اي تو ماينس اي اس، نظر لوجود دي. خلاص انسى دي وانسى الاي، يتفضل مين ليا مين؟ يبقى لابلاس دلتا تي بكام؟ تي ماينس اي بكام؟ بس خلاص. هو نفسه ده ما دي حالة خاصة من دي، لما الاي بكام؟ فلو حطيت الاي بزيرو اي تو زيرو اللي هو هنا ده، مظبوط كده؟
خلاص. يبقى من هنا ورايح بقى، من هنا ورايح. لابلاس الدلتا دي بكم؟ بواحد. لابلاس الدلتا تي ناقص اي بكم؟ لكن لابلاس الواحد بكم؟ دي اللي هي نفسها يو اوف تي، هي نفسها تي اس صفر. طب لابلاس يو اوف تي ماينس اي بكم؟ على يبقى مفيش ابدا 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 طول الفيلم انا بتلخبط، ما تقدرش تقول كده، ما تقدرش خالص، لان دي حاجه غير دي غير دي غير دي، ولكن دي مستنتجه من دي. حط بس الاي بصفر هنا تطلع دي، ونفس الكلام دي مستنتجه من دي، حط بس الاي بصفر تطلع دي. لكن لما اجيب بقى الانفرس بتاع كونستانت تقول لي مين؟ ها؟ في دلتا تي. لما تجيب الانفرس لكونستانت على اس تقول لي مين؟ الكونستانت بس، كونستانت بس. خلاص. لما تجيب الانفرس لاي تو ماينس مثلا مثلا روت 3 اس ده مين؟ يو يو دلتا تي ناقص روت 3. لما اجيب الانفرس بتاع اي اس ناقص روت 3 اس على اس، خلاص. في اي اشكاليه؟ طيب الحمد لله. شفنا مين هي الداله دي وازاي اعمل عليها بروسيسنج باستخدام مين؟ لابلاس ترانسفورم. خلاص بقى شفتها في التايم دومين هي ايه وفي الاس دومين هي ايه، صح؟ يتبقى بقى بتأثر على الدوال ازاي؟ مش كده؟ تعال نشوف. اولا لو جيت قلت لك الدالة دي، الدالة دي اللي هي دلتا تي، عاوز اكملها من ماينس انفينيتي لانفينيتي دلتا تي، تطلع كام؟ 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 واحد. شيء طبيعي واحد. ليه؟ ابسط شيء التعريف الهندسي، التعريف الهندسي الاري اندر ذكر، خلاص. والاري انكلود جواها بكام؟ خلاص قلناها بواحد. طيب من ماينس انفينيتي انفينيتي دلتا تي ماينس اي برضو واحد، برضو واحد. فرقت ايه؟ عملت زحتها كده ناحيه بس، المستطيل هو المستطيل، هو هو. فرقت ايه؟ مفيش اي حاجه خالص. دلوقتي بتكلم على بقى مين؟ على البروبرتيز اوف دلتا تي، ده انا بتكلم عليه دلوقتي. هو في اتنين خلصوا اللي هم مين؟ لابلاس ولابلاس. يبقى دي في الواقع نمره ثلاثه. اول واحده لابلاس دلتا تي اللي هو واحد، تاني واحده لابلاس دلتا تي ناقص اي اللي هو اي تو ناقص اي اس، تالت واحده اللي هي دي او دي. رابع واحده بقى تعال. لو انا من ماينس انفينيتي لانفينيتي دلتا تي ماينس اي اف اوف تي دي تي، اف اوف تي دي سم فانكشن، ما تفرقش معانا حاجه، هو شغال من كام لكام؟ كله شغال، كله الماضي والحاضر واللي جاي كمان، مش فارق معاه حاجه. فين دلتا تي ناقص اي دي؟ فين؟ عند مكان ما اسمه ايه، مظبوط. قبل الاي هي بكام؟ بزيرو. وبعد الاي هي بكام؟ فلما اجي اقول دلتا تي ماينس اي في اف اوف تي، اقول له الله، من ماينس انفينيتي لغايه الاي صفر في الداله، يديني ايه؟ زيرو. من اول اي لغايه انفينيتي زيرو، يعني جاست بيفور الاي، جاست افتر الاي راح كله، يتوقع بس عند مين؟ عند الاي. يبقى الداله دي تتلاشى
قبل جاست بيفور الايه جاست افتر مين. تتبقى بس عند نقطة واحدة مفيش غيرها هي مين. يبقى انت بتحسب اف اوف ايه ده ثابت اطرده بره يتفضل من ماينس انفينيتي الانفينيتي دلتا تي ناقص اي لسه قايل حالا من شويه بكام. يبقى ده في كام في الاخر بس خلاص. دي ايه دي؟ دي ايه دي؟ ماينس انفينيتي. وايه دي؟ عشان يبقى متاكد 100% ان الايه موجوده فيها. ملاش حل. مهما خدت الاي موجوده من كام لكام؟ تقصد ايه؟ تقصد ايه؟ اقصد لو قلت لك مثلا مثلا من ناقص 50 ل 150 دلتا تي ناقص 200 في اف اوف تي. تقول لي لا يا باشا. لا يا باشا. لسه ما ظهرتش الاي الدلتا. لسه ما ظهرتش. في الفترة دي بكام؟ يبقى ده يطلع بصفر. يبقى عشان يطلع ده قيمة صحيحة لازم تطمن ان الاي دي موجودة فين؟ يبقى بمنتهى البساطة بقى الخاصية اللي عاوزين نتكلم عنها نقول له ايه بقى؟ لو انت بتكامل من ال بي دلتا تي ماينس سي في اف اوف تي ده قيمته مين؟ ديبينز السي فين؟ ديبينز السي فين؟ ده يطلع اف اوف سي لو انت مطمن ان السي موجوده فين؟ من اي وبي. يبقى اي اقل من سي اقل من بي. وهنا زيرو لا زيرو لو هنا السي لا تنتمي للفترة A و B. هنا بقى اللي فيه سام خلاص does not belong. معايا يا شباب خلاص. فين الفترة بتاعت النمبر اللي هي الكيس الأولانية؟ لا مش معانا مش معانا خلاص. ومش انا سقطت عليه خلاص رد واضح ما فيهوش حاجه. قال مش معانا قلت له مش معانا بس خلاص مفيش داعي للشوشره بقى زياده. يبقى انا لازم اطمن انها موجوده فين الفتره دي والا هعمل ايه على طول؟ عشان كده سؤال عادي جدا في الامتحان صلي على محمد سؤال عادي جدا في حولك ايه؟ من صفر لما لا نهاية من صفر لما لا نهاية هات لابلاس هات لابلاس هات لابلاس دلتا تي ماينس باي اي تناقص 3 تي تربيع كوساين اتنين تي على 3 لن تي تربيع ناقص 1 خلي يروت كمان 10 ماينس 1 10 ماينس 1 1 على باي 10 ماينس 1 تي تي على باي دي تي. هات لابلاس ده تقول لي الله ده ولا حاجه انا درستها ولا حاجة ده هي بس دي اللي انا اعرفها ولا خلاص. رجع ده الاصل من صفر لما لا نهاية دلتا تي ماينس باي يوصل ناس اس تي لا هات الاس ناس هنا الناحية دي كده واكتب ده تاني
كل ده اكتبه تاني هنا. تعالى بقى خد دول كده. طبق القاعدة دي بقى. طبق القاعدة دي. من صفر ما نهاية قصادها مين؟ السي مين؟ هل الباي موجودة هنا؟ ببساطة شديدة همسك كل تي هنا وحط مكانها كام؟ تطلع بقى زي ما تطلع. بس وانت تشوف بقى اللي طلعت دون اني واحد من الخيارات اللي انا جبتها. خلاص؟ اتفهمت؟ يبقى هو بيخضك هات له بلس. طب وهجيبه ليه؟ من عند القاعدة. خلاص؟ يبقى انا هحول هات اللابلاس لايه؟ لخاصية في مين؟ في الدلتا دي. لخاصية فين؟ في الدلتا دي. طيب. في خاصية تانية مهمة قوي اللي هي من ماينس انفينيتي لانفينيتي دلتا داش تي ماينس ايه اف اوف تي دي تي بعدين ها انت وهي يعني عامل ايه؟ مش بتكلم انت وهي دلوقتي؟ يعني اتكلمت ولا ما اتكلمتش؟ اتكلمت ولا ما اتكلمتش؟ يعني انا سمعت اللي ابعد منك. انت ما عندكش وعي انك انت اللي اقرب منه مش هسمعك؟ ها؟ دي بمين بقى؟ دي ماينس اف داش اوف ايه. منين دي؟ تعال اوريك. دول كام دالة؟ والله انت اتعلمت من ماث 1 يو دي في بكام؟ يو في الفي ناقص في دي يو، صح ولا لا؟ طب تعالى هنا. بالله عليك مين اليو من الدي في بالنسبة ليك؟ هاخد دي اليو واخد دول مين؟ دي في. تعال نطبق القانون. ها نطبق. هتعمل ايه في اليو؟ زي ما هي. وتعمل ايه في الدي في؟ يبقى دلتا تي صح ولا لا؟ ماينس بس ما انساش من ناقص انفينيتي لانفينيتي ماينس علامه التكامل ماينس انفينيتي لانفينيتي مين يا سيدي؟ ها بدل يو تبقى مين؟ يبقى اف داش تي صح ولا لا؟ والفي تنزل زي ما هي اللي هي دلتا تي ماينس اي صح ولا لا؟ تعالى بقى هشيل التي واحط مكانها بلا نهايه دلتا تي دلتا تي ماينس اي شيل التي واحط من الايه تبقى دلتا ما لا نهايه ناقص اي اللي هي كام؟ يا عم دي ملهاش قيمه اللي عند الاي دي ملهاش قيمه اللي عند الاي انت وديتها فين؟ يعني قيمتها بكام؟ بزيرو يبقى اللي فوق تسبب زيرو. هشيل التي واحط ناقص من النهاية. ناقص من ناقص ايه؟ ناقص من النهاية. يا عم دي مالهاش قيمة اللي عند الاي. انت رحت فين؟ دي عند الناقص من النهاية بكام؟ يبقى سؤال الابر او اللور مفيش. طب دي بقى تقول لي دي ما انت لسه كاتبها. ما انت لسه كاتبها دلوقتي اهي. البي اسمها ناقص من النهاية. صح؟ مش مشكلة اللي هي دي اللي هي دي اللي هي دي اهي دي دلتا تي ماينس اي اهي طبق دي على دي طبق دي على دي ناقص من النهاية ناقص من النهاية دلتا تي ناقص اي دلتا تي ناقص اي هنا كان اف اوف تي هنا مين؟ يبقى هجيب لك مين؟ اف داش اي بس في شرط ايه؟ بس خلاص ادي القاعدة يديني مخان بقى الخاصية دي كم؟ طيب يعني مثلا مثلا ايه يقول لي ايه؟ احسب لي من 10 ل 30
مثلا يو اوف تي ناقص 40 دلتا تي ناقص دلتا تي ناقص 40 اي روت تي تربيع ناقص 1 مثلا لين كوساين ماينس 1 واحد على تي دي تي. اقول له ايه؟ زيرو صح كده؟ طيب قال لي من 10 ل 30 دلتا داش تي ناقص 20 اي تو ماينس تي كوساين 3 تي تي تكعيب دي تي. اقول له ايه؟ نعم تكريش انا وبتاعي يا راجل يا راجل باخد الدال ولا بديك خوا ولا بس اقول لك بطلبك بنظر يا راجل يقول عندك ايه خلاص يبقى ده يساوي ماينس اهو. وتعالى بقى فاضل وبعد ما تفاضل بحط التي بمين بيه دول كام حاجة في بعض بتعمل ايه بفاضل الاولى واسيب اتنين التانيين زي ما هم زائد افاضل التانية واسيب اتنين تانيين زي ما هم زائد افاضل التالتة واسيب اتنين تانيين زي ما هم صح ثم شيل كل تي بقى وحط مكانها كام بس خلاص في اشكاليه. طيب بص كده دي مين؟ دي مين؟ طيب يو اوف تي ناقص ابسلون يو اوف تي ماينس يو اوف تي ناقص ابسلون دي ناقص دي اللي فوق ناقص اللي تحت يديك مين؟ ارسمها كده ولا يديك مين؟ دي ناقص دي يديك مين؟ دي يديك مين بس يديك مين؟ اديني كده صح كده؟ صح كده؟ فيها مشكلة؟ طيب هضرب دي في ثلاثة يديني دي كام؟ ثلاثة هضرب دي 133 يخلي دي كام؟ هضرب دي في واحد على ابسلون يخلي دي كام؟ صح كده؟ صح كده؟ طيب نعيد بس كتابتها تاني بصورة أنظف شوية. سيب القلم سيب القلم ناقص يو اوف تي ناقص ابسلون على ابسلون ده مين ده؟ ده اللي هو ده ده مين ده؟ اللي هو ده صح؟ طب استنى لما كنت في ثانوي وجي الأستاذ بتاعك بتاع الرياضيات في الفصل قال لك إيه؟ اف اوف تي زائد اتش ماينس اف اوف تي على اتش بس لما اتش بصفر ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ اف داش اللي هي دي اف باي دي تي صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ شو تسيب القلم؟ مين أزلك تخش؟ انت مين انت؟ اتشرف باسم العالم الكبير الجليل اللي داخل كده محدش يقدر يكلمه مين؟
مين انت يا حبيبي؟ مين؟ احد القادة العظماء اللي ما تقدرش تكلمهم ولا انت مين؟ هو ده كده مسرح؟ قطعت التذكرة وداخل؟ قول لي بس ده ايه ده؟ احنا فين هنا؟ ولا كده كده اسهر كده اسهر. يلا يلا حبيبي كده اطلع من هنا، اطلع كده، اطلع هنا، اطلع. لا مش مقفول، بقى مفتوح اهو. ده مقفول؟ نعم ده مقفول. الله ما العدى ازاي لما مقفول؟ ها عدى نفسه. انفيزيبل، انفيزيبل مان، مش كده؟ عندك شك في دي؟ عندك شك في دي؟ طب لو حد كتبها اف اوف تي، اف اوف تي ناقص اتش على اتش، تفرق؟ تفرق ولا حاجه؟ خلاص. طيب لو حد كتبها اف اوف تي ماينس اف اوف تي ناقص ابسلون على ابسلون لما ابسلون بصفر، تفرق؟ هكتب برضو مين؟ كل دول هم مين؟ صح ولا لا؟ طب تعالى بقى هنا هكتب ليميت لما ابسلون بصفر. الله، دي لما ابسلون بصفر اسمها الدلتا، دي لما ابسلون بصفر اسمها ايه؟ ودي هي دي، ودي لما ابسلون بصفر اسمها ايه؟ يو داش. يبقى من هي الدلتا؟ دي يو باي دي تي. كنت بقول لك كلام شوي القرين. يبقى اليو اوف تي والدلتا تي قرناء، والعلاقه اللي بينهم، العلاقه اللي بينهم ها الدلتا تي بتساوي مين؟ بس خلاص. في اي اشكاليه؟ في اي اشكاليه؟ طيب خلاص كده الحمد لله. انت بقى تيجي في الجدول بتاعك بقى وتزود على اللي انا اديته لك، على اللي انا اديته لك. بفترض انك انت عامل يور اون تيبل، مش اللي انا بعته لك. بتصور كده انك انت عامل حاجه تخصك انت. ايه بقى الحاجه اللي تخصك انت ديا؟ تروح مزود فيها بقى مين؟ ها مفروض بقى على اللي انا اديته لك هزود فيها اليو اوف تي، وهزود فيها اليو اوف تي ناقص اي، وهزود فيها الدلتا تي والدلتا تي ناقص اي. خلاص؟ بالاضافه لما انا يوم الاثنين اللي فات ده لما ناقشت معاك حل الامتحان، فاكر؟ لما ناقشت معاك حل الامتحان، لما ناقشت معاك حل الامتحان وريتك الصفحة دي صح؟ فيها كل حاجة، الصفحة دي فيها كل حاجة. يا ريت بقى تخلي عندك شوية دم وإحساس وتبص كويس للصفحة دي. خلاص؟ ماشي؟ أنت قبل كده خسرت منها خمس أسئلة. ماشي؟ ما تخسرش تاني بقى. مفهوم؟ الحمار ما بيقعش في نفس المطب مرتين. دي ميزه في الحمار اللي احنا بنقلل من قيمته. لما مره ما يغرس في مطب مستحيل ان يقع فيه تاني. مستحيل بيحفظه. مستحيل. الحمار اللي احنا بنقلل من قيمته. الخاصية بقى الأخيرة عندنا هنا اللي هي لابلاس ترانسفورم
of periodic functions. يعني ايه periodic؟ اللي احنا شفناه قبل كده، ده اللي تكرريه بتعيد نفسها كل فترة معينة. F of T plus capital T بتساوي F of T. دي periodic with period كام؟ capital T. عاملة ازاي؟ حاجة زي كده. كابيتال تي 2 كابيتال تي 3 كابيتال تي 4 كابيتال تي مثلا. في في كلاسز اخرى انا كنت بقول عليها 2 تي، ما تقول هتفرق ايه يعني؟ فكده دي 2 تي، دي 4 تي، دي 6 تي، وهكذا. تفرق ايه يعني؟ يا حاجه بتتعاد وخلاص، تقول عليها تي تقول عليها 2 تي، بتفرق ايه؟ ولا حاجه. فانا لما اجيب لابلاس ترانسفورم، واحد يقول لك الله فين الجزء ده؟ احنا مش بنشتغل من صفر للنهايه، هعمل مالي من الجزء الثاني؟ انا مالي؟ وبالتالي بقى الحته بتاعتي ايفن وود شيلها من دماغي خلاص. طيب يبقى لما اجيب لابلاس اف اوف تي هتقول لي بقى ها من صفر لايه؟ اي تو ماينس اس تي اف اوف تي دي تي، صح؟ تقول لي لا، ده انت عندك حته من صفر لتي، ثم من تي ل 2 تي، ثم من 3 تي، من 2 تي ل 3 تي، صح؟ وهكذا لغايه فين؟ ما لا نهاية. مظبوط؟ بنقعد نعمل تعويضات بحيث تطلع دي زي دي زي دي زي دي. في الاخر خالص اللابلاس بتاع مثل هذه الدالة اللي هي البريودك، لابلاس اف اوف تي اللي هي بريودك، والبريود كام؟ كابيتال تي او وات ايفر هي مين، بيساوي من صفر للبريود سواء كان بقى تي ولا 2 تي، من صفر لمين؟ نفس الشكل بتاع اللابلاس، هو هو بس مش من صفر من نهاية. على مين بقى؟ على واحد ناقص اي تو ناقص اس في البريود سواء كانت تي او 2 تي بس خلاص. فمناسبة في الخاص كتبت 2 تي 2 تي اس خلاص. في العام هكتب لها تي، تفرق ولا تفرق حاجه؟ المهم تعرف البريود كام وخلاص، مش اكتر من كده. نعم نعم خلاص يا شباب، تعود مباشر على طول. الله، ده انا هضطر اكمل بقى. هضطر اكمل. هضطر اكمل. خلاص يا شباب. طب تعال، انتوا خدتوا معايا في الاسبوع اللي فات ده اللي هي ايه؟ greatest integral function، صح؟ طيب عاوز لابلاس t minus greatest integral of t. عاوز لابلاس دي. يلا اعملها. ها تعمل ايه؟ لا زي ما تعمل ايه يعني؟ ايه اللي هتعمله؟ قول لي هتعمل ايه. هتعمل ايه تاني؟ قول تاني. نقسم، نرسم. ما ترسم بعدين هتعمل ايه؟ نجيب الانترم على بعض عشان الاي والبي، نجيب الاي والبي بتوع اليونت. انا اطبق الكلام بتاع المره اللي فاتت. طبقت هيطلع ايه بقى؟ فين انهي حته؟ فين البريودك؟ فين البريودك دي؟ فين البريودك هنا؟ فين فين ده البريودك دي؟ فين هي؟ فين هي؟ نعم؟ وريهاني. طيب وريهاني، وريني كده الداله دي. اف اوف تي بتساوي مين؟ يلا ها شوف، جات لك في دي، جات لك في. نعم اتفضل. نعم؟ ليه ارسمها كده؟ ها فينا سبوره؟ في سبوره مش كده؟ سبوره، تعال ارسمها لزمايلك. تعال تعال ارسمها لزمايلك، قول لهم. يلا
خذ يا حبيبي. اللي اشتغل من دول يا حبيبي، خذ يا حبيبي. فين طيب؟ السبوره هناك، دي سبوره؟ شغاله ولا مش شغاله؟ بس حد يساعده خليها عشان الناس هنا تشوفها. قوم حد يساعده. ايه ده؟ قوم. اقعدي يا بنتي، اقعدي، اقعدي. ولد ولا بنت؟ ايه قلة الادب دي؟ ايه قلة الادب دي؟ تعال شوف كده عندك مشاورة يا ابني، تعال شوف فيها، في مشاورة كده، تعال شوف مشاورة عشان تمسح. اطلعها، طب طلعوه، ساعدوهم ساعدوهم، يلا تعال. بس 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 عشان ما تدريش على البتاع دي. بس شكرا، بارك الله فيك. يلا في مشاورة كده، شوف كده في الفراغ كده في مشاورة، ما كانش خد في بشاورة؟ تعرف يعني بشاورة؟ ايه؟ عارف يعني بشاورة؟ طيب يلا. هي حتة بس حتة صغيرة كده عشان نشوفها، بس حتة صغيرة اهي. لا امسح دي، امسح دي، امسح دي فوق دي، امسح دي فوق دي، على اليمين دي. ايوه امسح دي، ايوه. استنى في بتاع معايا، في واحد نصاب، ها؟ في واحد نصاب مشي دلوقتي مش كده؟ اللهم صل على النبي. طلع؟ طيب يلا يا حبيبي. شوف القلم الثاني كده يمكن احسن، القلم الثاني، شوف القلم الثاني كده. طيب خلاص. اه ده كويس قوي، خد ده، ده كويس قوي ده. كويس؟ احسن 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 احسن. شاطر، اسمك ايه؟ احمد محمود. الف شكر يا احمد، الف شكر، اديك درجه كويسه قوي دلوقتي. احمد عمل ايه؟ قال انت كاتب تي ماينس جيت انتر اوف تي، بسيط. انا مش هنخلع واقول لك لينياريتي، مش هقع في المطب ده اللي هو ايه، تقول لي هات لا بلس الاولى ماينس لا بلس الثانيه، مش هنخدع بدي. امال هتعمل ايه بقى؟ اقول لك لا، الاولى عباره عن الخط 45، ده ال 45 واي بيساوي تي او واي بيساوي اكس، مش كده؟ طيب الثانية بقى عبارة عن ايه؟ اقول لك تعال. الثانية في الفترة من صفر لواحد مفيش حاجة. يبقى الجزء من صفر لواحد ده لما اشيله من اللاين ما يتأثرش. ده كده؟ هينزل كده. صح ولا لا؟ طب تعال. في الفترة من واحد لاثنين اللاين اقل حاجه فيه واحد واعلى حاجه فيه كام؟ اثنين. لكن الجريس انجر اعلى حاجه فيه واحد، مش كده؟ اللي هي هنا يعني، اللي هي دي، فدي شغاله من واحد لاثنين، لكن دي شغاله طول عمرها كام؟ فمن واحد لاثنين لما اشيلهم من واحد يدي من واحد لصفر، بيدي من صفر لواحد. تعال بعد كده من اثنين لثلاثه جريس انجر اعلى فيه حاجه اثنين، لكن في اللاين شغال من 2 ل 3. فلما اجي اشيل منه 2 يديني قيم من 0 لغايه 1. يبقى بالتالي الجراف بتاعي عامل كده. صح؟ يبقى ده اللي بريودك والبريود بتاعتها كام؟ 1. خلاص؟ اتفهمت؟ ماشي؟ يبقى ده القطر. كده ولما يجي يطلع الجواب يلاقيه مختلف عن اللي مديهوله خالص.
تماما. ليه؟ لان هنا في عمليه جبريه رجع عمليه جبريه اللي هنشتغل بيها. هو مفروض واحد يطلع للثانيه، مفروض دي لسه بتعمل شغل ثاني فتطلع دي زي دي في الامتحان، ما فيش وقت زي كده، يبقى انت خسرت المساله وخسرت وقتك. ما يا شباب ليه؟ لك ما بصيتش بعنايه، هو اداني كده ليه؟ مش معقول يعني خليني اعمل دي واعمل دي، مش معقول. طيب تبع لذلك بقى فاكتبها كده بقى، يعني بقى التعريف دي هو مداني ايه؟ اف اوف تي بتساوي تي ناقص جريتست انجر اوف تي، هو مداني كده. دي شغاله منين لمنين؟ زيرو اقل من تي اقل من انفينيتي، شغاله كده صح ولا لا؟ معايا يا شباب؟ فده اقول لك لا، ده عباره عن مين بقى؟ تي بس، تي بس، تي بس، بس في فتره من كام لكام؟ اظن من واحد. واف اوف تي بلس 1 هي نفسها مين؟ اف اوف تي. بقت بيريد الكبير بتاعتها كام؟ اذا لما احب اجيب لك اف اوف اس بقول لك ايه؟ تعال زي القانون بقى، هطبع في القانون تطبيق مباشره، بقت من صفر لكام؟ لواحد. في الفتره من صفر لواحد هي مين؟ تي اي تو ماينس اس تي دي تي على واحد ماينس مين يا سيدي؟ يو ماينس اس، بس خلاص. يبقى تضطر ايه؟ تكمل غصب عن عينك، بس خلاص. اتفهمت؟ اتفهمت؟ طيب يبقى كده احنا الحمد لله ما يهمنا بصفه اساسيه خلص في لابلاس، زي ما اللي يهمنا في اللينير الجبرا بصفه اساسيه خلص. فالفتره الجايه كلها بقى تطبيقات، حل مسائل امتحانات وتطبيقات، خلاص ماشي. فشيء طبيعي بقى انك تلحق نفسك عشان تستفيد، واخد بالك؟ ان انا ليه مش هقعد اشرح قوانين ولا اي حاجه، خلص القوانين خلاص معايا. بالفتره اللي جايه ايه؟